ترتبط مصر ومملكه البحرين بعلاقات اخويه راسخه مستقره تنطلق من رؤيه البلدين الموحده تجاه قضايا المنطقه، شهدت العلاقات بين مصر والبحرين ازدهارا كبيرا وبلغت اسمى مراتب التضامن في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجلى ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الدولتين وتبادل الزيارات الرسميه. علاقات قوية ومتينة تتميز بالاستقرار والاخوية، تلك هي العلاقات المصرية البحرينية التي تنطلق من رؤية موحدة للبلدين ازاء قضايا المنطقة. العلاقات بين القاهرة والمنامة بلغت اسمى مراتب التضامن ووحدة الصف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر العهد الاكثر ازدهارا في العلاقات مع البحرين بشكل خاص والخليج العربي بشكل عام. وخلال الفترة الاخيرة وفي ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقه من تطورات وتسارع في الاحداث اصبحت العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين تقوم على ثلاثه محاور رئيسيه هي التعاون الوثيق بين القيادتين وتاكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للاخر في مواجهه مختلف التحديات والتعاون المشترك في شتى المجالات مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي أيدت ثورة الثلاثين من يونيو واعتادت ممثلة في قياداتها السياسية مشاركة مصر بجميع مناسباتها الهامة كما تبادل قادة البلدين الزيارات الرسمية خلال السنوات الماضية التعاون بين القاهرة والمنامة يعود إلى تاريخ وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين قبل استقلالها في عام 1919 وظل التعاون بين البلدين حاضرا حتى اليوم كانت مصر سبقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين طوال تاريخها حيث كانت من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971 وتقديم أول سفير مصري لأوراق اعتماده بالمنامة عام 1973 إذا تعاون وثيق ورؤيه موحده تجمع البلدين تجاه قضايا المنطقه وتنسيق متبادل لمواجهه مختلف التحديات هي عوامل تميز العلاقات المصريه البحرينيه التي تمتد عبر الكثير من السنوات